السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج هو والمجتمع. في الفترة الأخيرة كنا بنسمع عن فيروس كورونا، كلنا كنا بنقول في حالات موجودة في محافظة كذا أو في قرية كذا. حاليا دلوقتي يعني مفيش حد، لا مجال للشك إن كل واحد شاف بعينيه حالة موجودة عندها كورونا. فطبعا نتمنى الشفاء للجميع وربنا يحفظ مصر والمصريين. في الفترة بقى دي بدأ الكل بيفكر إحنا مش لاقيين علاج، طب نرجع لربنا عز وجل. كل واحد بيحب يسمع لحد معين، بيشوف لحد معين، ولكن بدأ في الفترة الأخيرة بدأنا نشوف مجموعة اسمها مجموعة النوبي، بتبدأ إن هي عايزة توصلك إن أنت لربنا بس بطريقة سهلة، بطريقة تتماشى مع كل المصريين، بطريقة تتمشى مثلا مع ست البيت، مع الطفل، مع الكبير، مع الصغير. حابين نشوف الفكرة بتاعتهم، وحابين نشوف إيه اللي خلاهم فكروا في كده. عشان كده معانا الاستاذ حسام الدين محمد بسيوني، اهلا وسهلا بيك يا باشمهندس. اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا. ومعانا المهندس احمد النجار، اهلا بيك يا باشمهندس. ومعانا الاستاذ محمد بدر، اهلا بيك يا باشمهندس. استاذ حسام، هبدا بحضرتك بقى. اتفضل. الفكره نفسها، فكره ان انت تعمل مجموعه وتحاول ان انت توصل بحاجه بسيطه. هو بسم الله الرحمن الرحيم، الاول قبل ما ابدا ان انا اقول ان احنا هنعمل مجموعه، ابدا بنفسي الاول. اتفضل. انا كنت زي اي فرد مسلم، بصلي، بصوم، بعمل عباداتي اللي ربنا قال لي عليها، بس من غير فهم وتدبر كويس ان 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 الحياه دي ماشيه ازاي، احنا بنعمل كذا عشان كذا. او لكن ربنا رجعنا تاني وقلنا ان ربنا سايب لنا دستورنا اللي هو القران. لما نرجع نقرا القران الكريم هنلاقي ان كل حاجه فيه هي اللي في حياتنا. ربنا بيقول لنا لما بنقرا القران، ربنا هو اللي بيكلمنا. بنبدأ نقول أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، الفتحة اللي ربنا نزلها، فتحة الكتاب دي، فتحة الكتاب ديت بتفتح لك طريق كل خير. نجرب كلنا ونقرأ قرآن زي ما بنتكلم، نجرب كلنا ونشوف ربنا بيقول لنا إن في وعيد. ربنا قايل لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. الكلام ده جاي منين؟ الكلام ده جاي إن ربنا قايل وعرضنا الأمانات على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان. الأمانة دي تقيلة على الإنسان، الأمانة دي اللي هي ديننا والقرآن الكريم. القرآن الكريم اللي لازم نوصله زي ما أبويا وأمي وصله لي، لازم نوصله لأولادنا. القرآن الكريم ده فيه مفاتيح كل حياتنا. فأتمنى من كل شاب وكل شابة وكل طفل يفهم إن عندنا كتاب ربنا ينجينا من أي أمراض في الدنيا، من أي حاجة في الدنيا، يحللنا أي مشاكل في حياتنا. مش هنفكر في رزقنا جاي منين ولا جاي، كله على ربنا. فأتمنى إن كل أي حد يفهم إن لازم يقرأ كتاب ربنا كويس. طيب إيه اللي خلاكم بقى دخلتوا وقلتوا إن إحنا نعمل مجموعة ونحاول إن إحنا نوصل للناس بصورة بسيطة؟ والله لما تمشي في الشارع، أبسط شيء الملموس، بص شوف الدنيا حواليك ماشية عاملة ازاي، بص شوف كله عاد ماشي في اتجاه غير اتجاه الله. كلنا كنا ماشيين في لهو الدنيا، فربنا جمعنا بدون سبب ان احنا نكون كلنا مع بعض، بنذكر بعض بقراية القرآن وبالصلاة وبعبادة ربنا. فليه ما نبقاش كلنا نوجه الكلام دوت للأمة كلها، واللي يتعظ يتعظ. انا بعمل اللي عليا، المجتمع كله والامه كلها، مش المجتمع بس. المجتمع عشان خاطر برنامجنا المجتمع، لا لا لكن لا. لكن انا بوجهه للامه كلها. فاتمنى ان باذن الله الناس هتتابعنا وهتشوف كل واحد هيشرح من قلبه الدنيا عامله معاه ايه، والقران بيقول لنا ايه، ونحاول نقرا قران ونفهم الدنيا فيها ايه. تمام. مش مهندس، اهلا وسهلا، منورنا في هو المجتمع. روح حضرتك، ربنا يخليك. اتقابلتوا ازاي؟ حكيت لي كده طريقه غريبه ان انتوا اتقابلتوا بيها كده. والله هو اولا اللي بيقرب ويوفق ده رب العزه سبحانه وتعالى، مش احنا. انت كل ما عليك انت بتسعى بتطلب من ربنا. مثلا انا على نفسي في مره كنت بدعي ربنا وانا ساجد بطلب منه يقربني من الناس الصالحه ويبعد عني اي حد مفسد. فبدات من هنا، يعني لقيت بيقع، بدات تيجي ناس كويسه في طريقي. كان هو ما فيش علاقه عمل بيناتكم، زماله؟ لا 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 لا، ما فيش، ده هي صدفة لها ربنا مرتبها.
زي ما ربنا اراد ومتقابلنا وجينا الحلقه هنا. الاعداد البشمهندس عبد الله الصبيحي طبعا ليه جزيل الشكر. فكان ترتيب من عند رب العزه سبحانه وتعالى، مش احنا يعني، هو اللي رتبها، هو قدرها، هو كل الفكره. احنا لما بدانا فعلا، احنا بدل ما بننصح بعدنا كمجموعه، لا احنا عايزين نبدا نوسع فكرتنا دي. الفكره مش على قدنا احنا، بس نوصل بقى احنا فاهمين ايه، واحنا مش مسؤولين عن. طيب احنا بقى عايزين نوضح للساده المشاهدين ايه الفكره. الفكره كلها احنا كل واحد فينا لما بدانا نخش في احكام قران وعشر قراءات ودماغك مش هتستوعب كل الكلام ده كله. طب وانا مش مسؤول عن ده كله، قرات الكتاب ربنا بيقول ايه؟ واتبع ما انزل اليك من الكتاب. ايه الكتاب اللي قال؟ كتاب الله هو القران الكريم. خش في القران الكريم، ابدا فكر فيه، ابدا ازاي فكر في كل كلمه. هو احنا بنقرا الكتاب، بنقرا القران، بنجري في القراءات. بنقرا امتى؟ بنقرا في شهر رمضان بس، وبنقعد نطلع نبص في على تويتر على السوشيال ميديا كلها، كل الناس احنا قرينا 10 اجزاء، قرينا 15 جزء، قريت المصحف مرتين، ختمته 3 مرات من غير تدبر. فهمت ايه؟ طب انت الله يزيدك، انا ما قلتلكش ما تقراش، اقرا زي ما انت عايز. انت فهمت ايه من ال 30 جزء انت بتقراه؟ الفاتحه لوحدها بس لو قعدت تفكر فيها، انا قعدت اتفرج على الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه، رحمه الله قعد يتكلم بس في الفاتحه حوالي 4 5 حلقات الفاتحه بس. انت خلصت المصحف كله في الشهر 3 مرات، فهمت ايه منه؟ ما قابلتش في الايه لينزل من كان حيا ويحق القول على الكافرين، ما قريتش الف لام ميم، ذلك الكتاب هدى للمتقين، وفهمت بعد منها ايه هم المتقين. مشيت وجريت لحد الاخر، جيت لحد قل هو الله احد، فهمت يعني ايه قل هو الله احد؟ احنا كلنا بالكامل بننزل نقعد، بنقف بننزل نقعد عشان خاطر نقرا قران، مسكنا المصحف قرينا. بعد ما قريت عملت ايه؟ فهمت ايه؟ انت لو بتقرا في روايه مركز جدا في الروايه، بتقرا في قصه مركز جدا في القصه، في فيلم مركز، تعال انزل بص في الشارع، اطفال دلوقتي ماشيين في الشارع ماسك كل واحد تليفونه لا يقل عن اغاني شعبيه بالكوم، انا ما بلومش حد. بس هو ايه اللي وصلنا للمرحله دي؟ ايه اللي خلانا كتاب ربنا بقى اخر حاجه نفكر فيها؟ بنفتكره امتى؟ في شهر رمضان بس. طول الشهر مفيش، طول السنين مفيش، طول كل يوم. انت لو قريت كل يوم ايه واحده بس وضعك هيختلف. ايه واحده هتفكر فيها. انا سمعت في حديث عن سيدنا ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، احد يحفظ سوره البقره 10 سنين. قعدت افكر ازاي 10 سنين يحفظ في البقره؟ ده لو كل يوم هي 51 صفحه 59 صفحه، لو قعد كل يوم يحفظ خمس صفح حفظ السوره كلها. لكن الفكره ان هو كان بيحفظ ويتدبر ويطبق. يطبق الفكره من تمام. انت سهل نقرا، القرايه سهله، فهمت ايه اللي انت فهمته؟ هو ده الاهم، اهم، لان ربنا هيحاسبك على ده. يعني حضرتك تقصد ان كتير بيقرا ولكن ما فيش تدبر؟ لا، وكتير برضه بيقرا ويتدبر ولكن ما بينفذش. ما كانش ده بقى حالنا في الشارع ولا في المجتمع ولا في العالم. كلنا دلوقتي كلنا بالكامل مستنيين فيلم جديد ينزل، مستنيين مسلسلات رمضان اللي جايه، مستنيين الموضه اللي هتنزل في اوروبا. مستنيين. احنا لما كنا في عزه الاسلام كان العالم كله بالكامل بيفكر ازاي المسلمين وصلوا للمرحله دي. وتروح تبص عليهم، سيدنا عمر بن الخطاب راح له واحد كان جاي له رسول من عند كسرى، سال على عمر بن الخطاب، لقاه نايم تحت شجرة في الأرض وتحت منه حذاؤه وجلبته مقطعة. وكان أمير المؤمنين في عزه، وكلنا عارفين مين أمير المؤمنين، سيدنا عمر بن الخطاب، اللي كان الشيطان بيقابله يمشي بعد منه بشارعين عشان يقابله. وهو لا نبي ولا رسول ولا حد، هو كان شخص عادي. وكان عارفين طبعا كل قصة سيدنا عمر بن الخطاب لما أسلم ازاي، من الأفلام اللي احنا بنتفرج عليها. احنا ليه ما بنوصلش للمرحله دي ان احنا مثلا نقدم ديننا في الاذاعات، بدل ما احنا كل حته وكل مكان بنتفرج المسلسلات كلها، في ايه اللي موجود في المسلسلات؟ كميه العري وكميه الفجر، تحس ان الشيطان بيسلسل في اول رمضان والشياطين الانس بتكمل مكانه، خلاص التركانت احنا بنكمل. ايه اللي احنا فيه ده كله؟ ليه وصلنا للمرحله دي؟ ايه اللي وصل الامه الاسلاميه ان هي مش عارفه تقرا كتابها؟ الناس قاعده تتفرج علينا، اتفرج علينا كمسلمين، بناكل في بعضنا. عندك في الدول، كل دوله حوالين منك، شوف في الحروب اللي دايره فيها. ايه السبب في كده؟ مع ان ربنا سبحانه وتعالى اعتصموا بحبل الله جميعا. ولا تفرقوا. ايه اللي احنا عاملينه دلوقتي؟ احنا كلنا متفرقين، كل دوله وكل في كل شارع، في كل بيت. كل بيت
مش في كل دوله، مش خلينا سيبك من الدول، خلينا في كل بيت. طيب اروح بقى للاستاذ محمد. استاذ محمد بدر مرحبا بك، منورنا حضرتك. عندك تجربه بقى ايه؟ تجربه غريبه شويه. لا والله اللي هو بقى السفر بقى واوروبا تمام. كنت مسافر فين؟ انا مسافر في ايطاليا وعايش في ميلانو. كنت في ميلانو بقالك كام سنه؟ اكتر من 15 سنه. ما زلت موجود هناك؟ انت نازل اجازه يعني؟ بنزل اجازه مع حضرتك في مصر. طيب انت راجل بقى في اوروبا بقى وكده وايطاليا، ايه اللي دخلك انت في قصه بقى مجموعه النوبي وكده؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انا ربنا خلقك، انا مسلم، انت جيت لوحيد في الارض، جيت نطفه خلقك ربنا من علقه، جعلك خدت في مهد لحد ما وصلت شباب. هنديك مال، هنديك نساء، هنديك ذريه، هنديك كل حاجه من الدنيا. عملت ايه العمل الصالح؟ فين انت من ربنا عز وجل؟ فين؟ انا وقفت عند ايه واحده، الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، مفيش شك ولا جدال فيه، ما جدلش فيه. هتروح على الايه رقم 7 في آل عمران شديده، ان الله انزل هذا الكتاب ايات محكمات هن ام الكتاب واخرى متشابهات، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله ولا يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم العلماء يقولوا امنا بالكتاب كل من عند الله. الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين ايه؟ الذين في هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. مين الغيب؟ اول حاجه يؤمنون بالغيب. وقفت عندها. ايه الغيب بالنسبه لك؟ انت شايف ربنا ازاي؟ بتعبره ازاي؟ انت من ربنا؟ عشت في اوروبا، شايف تكنولوجيا، بتتعلم، شغال في مهنه معينه، ربنا اداك، اتعلمت، خدت قدر من تعرف تقرا قران، بتصلي في مساجد موجوده، في ناس كتير بتصلي. اقصد ما تاثرتش بقى بالتاثير بقى الاوروبا؟ لا انا 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 انا, أنا ليا ارث هنا. نشأت هنا في العشرينات، انا قعدت 20 سنه اكتر من 20 سنه في مصر، ومصر لها مكانه عظيمه في العالم كله شديده، لا يفقهها الا الايه الا 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 من رحم ربي، لان ربنا يذكرها في القران وتمهد للانبياء عليها، والارض شديد. تحس بفخر وانت في اوروبا ان انا مصري؟ انا مصري، انا حاسس ان انا اصلا مصري عربي مسلم في العالم كله، مش بس كده قدام ربنا. هتقاتل قدام ربنا؟ انت حياتك ايه؟ اديتك مال واديتك كل حاجه واديتك حياه كريمه واديتك عاش. انا انت بتعبدني ازاي؟ والله يا رب وما خلقت الجن. النبي صلى الله عليه وسلم رسول بعثته، انزل كتابه عليه معجزه الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم معجزه القران. الله عليه وسلم. انت بتقرا القران ازاي؟ زي ما الاستاذ احمد قال، الاستاذ حسام قال لك انك بتعبده، انك بتقرا القران من غير تدبر، من غير ايات. ربنا بيقول في القران بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن يا رب علم القران، خلق الانسان علمه البيان. انت بين علمين، علم القران اللي هو انزله الله عز وجل لعباده كلها للبشر كله والثقلين الانس والجن، علم البيان. انت مخلوق بين علم البيان، هتتعلم من القران هتاخد الاسرار اللي هي اسرار القران الكريم. ربنا انزل القران، العلوم كلها في الكون كله ربنا خلق اربع علوم. العلم، علم بالتلقين، وعلم باللدني، وعلم بالقلم، وعلم البيان. العلم بالتلقيني اللي يلقن به الانبياء الرسالات عشان توصل، الوحي بينزل بيلقنه بيقول له كذا، زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم امي لا ارى واكتب. العلم اللدني اللي هو في سوره الكهف، واتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما. علم القدر، الاقدار اللي تزلزلت في اللي ربنا ذكرها لسيدنا موسى في الخضر. العلم بالقلم اللي هو ربنا خلق الانسان. اقرا، اول سوره نزلت على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، اقرا. ما انا بقارئ، انا ما بعرفش اقرا ولا اكتب، انا امي لا جاهل. مالكش دعوه، احنا نعلمك. اقرا، ما انا بقارئ. اقرا وربك الاكرم الذي علمه بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. هو بيعلم بالقلم. علم البيان، الرحمن علم القران، خلق الانسان علمه البيان. علم البيان، علم الاسرار. حته جميله جدا في اسرار القران الكريم لما يذكر ربنا في سوره مريم، اذ نادى ربه نداء خفيا. سيدنا زكريا، ايه النداء الخفي لسيدنا زكريا؟ ربنا ناداه. يعني حتى الايات لما تيجي بعدها العلماء قالوا لنا تقرا الثلاث ايات من مره من قدامه تفهم الايات، لان القران حلقه واحده ما بينفعش يتجزأ. لما تيجي تقرا سيدنا زكريا قال ايه ربنا عز وجل؟ اذ نادى ربه نداء خفيا، قال ربي اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيئا ولم اكن بدعائك ربي شقيا. طب انت عاوز ايه؟ ماذا تريد؟ انت عاوز ايه من يعني اديك ايه؟ يا رب انا عاوز ولد. رب لا تكون فردا وانت خير الوارثين. فربنا نادى لما تيجي تقول لواحد تعالى انا هدي، انت بتناديني ولله المثل الاعلى، انا بناديك تعالى عاوز نعم حاضر حضرتك ايه؟ والله محمد تعالى، محمد جه بتحكي له مشكلتك، والله انا كذا 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 ظروفي وعندي كذا كذا وعاوز كذا منك،
ايه ظروفي؟ ايه مشكلتي؟ طب انت ايه طلبك؟ طلبك 1 2 3. هو ندى، النداء غير الدعاء، النداء نداء خفي. هو كان في المحراب، هل تتنزل الملائكه على العباد؟ تتنزل الملائكه على العباد. لما نيجي نحط احنا في عصر القران حضرتك زي ما انت قلت ذكرت، كل المساجد قفلت بما فيهم خراب، يعني يوم قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه ان خراب مكه، ودي من علامات يوم القيامه الكبرى، ان خلاص على قرب المسيح الدجال، على قرب كذا، على كلهم ورا بعض جايين، مفيش مفر من بني ادمين. انت داخل، انا عملت ايه في حياتي؟ والله 1 2 3، نكفر عنك سيئاتك لو انت صالح، تشرك بالله شرك خفي موجود في الامه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك يعني يوم خطبه الوداع، قال اني اخشى عليكم ان الشيطان ياسى ان يعبد فيكم في ارضكم هذا، مش هيقدر يعبد، هنعمل صنم ولا نعمل تمثال، ولكن يحق راتب من يشحن بينكم، هعمل بتاع هخش مش عارف في كذا، هخش احمل في كذا، هخش في مصر. طب يلبس اموره، يلبس النفس، يلبس على الانسان لبس اموره في حياته، وهو فاكر يحسبون انهم يحسنون صنعا. ده انا جمعت مال وبقيت ملياردير، عامل قناه، عامل مثلا كذا، عامل كذا، عامل كذا، عامل كذا، وبعمل فانفق في سبيل الله، ما تكون عليه محاصره يوم القيامه. انت بتتكلم ازاي؟ من اين اتوا؟ من اين اتيت بالمال؟ ومن اين انفقته؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، حياه بشريه، اتعمل فيه كل حاجه من حياتك، طلقت بناته، حسد، سحر، حزن، مات له حد قريبه، فقد ابنائه، كل ما يخطر على بالك موجود. لو انت اي حاجه حصلت لك، بص مثل الاعلى سيدك النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو قدوتك، قدوتك اللي هو جالك بيه، قال لك القران لا تضل بعدي ابدا، كتاب الله وسنته، كتاب الله خده في حياتك، استمد من كتاب الله، اقرا كتاب الله. في سوره المزمل ربنا انزل كتابه وانزل فيه يا محمد يا رسول الله نعلم انك تقوم من ادنى من ثلثي الليل نصفه وانقص نصفه او ثلثه وانقص منه قليلا، ربنا قال له كده يا محمد اقرأوا ما تيسر من القران. بيتكلم الحرفي، بيتكلم الرجل العامل البسيط، بيتكلم الفلاح اللي في ارضه، بيتكلم اي الناس، الناس اللي في الشوارع، بيتكلم السواق اللي هو بيقدم هنا، لان ظروفه صحت له، سنحت له الفرصه كده، حياته كده. لكن لو طلع مره في امريكا هيبقى راجل، هيبقى عنده تكنولوجيا، عنده حاجه كذا كذا، هيعيش في بيئه، مش شرط المال، لان ربنا قال كده وقسمنا معيشتهم في الحياه الدنيا بينهم، يتخذ بعضهم بعضا سخريا. الدكتور بيحتاج للي بيحتاج لبتاع نظافه، وبتاع نظافه بيحتاج للدكتور، يجي في ايام ربنا يصخ يخلي الدكتور يحتاج له، لو ما احتاجش له ما يحتاج. هو دي التسخير، الناس فاهمه التسخير غلط. احنا تربينا على حاجات ارث ما استمدناش منه صح، داخلين في مناشقات كتيره جدا، وكلهم يعني وكلهم في فتن، وكلهم في فتن. العالم هيجي يوم القيامه، انت اتعلمت العلم ليه؟ يا رب كذا كذا كذا، انا حفظت 10,000 حديث. تدبر ايات الله عز وجل، شوف حياتك واصله ليه، لان دلوقتي احنا على محك. لما ميلانو تيجي تقف في ايطاليا ويجي الوضع، تخش في انك انت تبص تلاقي جثث مرميه في الشارع والجيش بينقلها، انت فين الناس؟ تسمع عن واحد صاحبك كده ولا بتكلمه، لا ده مات واندفن هناك، ما جاش. هل هينكتب عليك حسن الخاتمه هنا؟ ده حتى مثلا والدتك او اهلك او حد من قربك لو حب يصلي عليك، لو حب يزورك في قبرك هيزورك ازاي؟ انت في بلد ثانيه. استاذ حسام، هنقول رساله بقى للمجتمع، رساله اخيره كده في كل حد دقيقه كده. قول ربنا سبحانه وتعالى لما في سوره طه، ما انزلنا عليك القران لتشقى. يا ريت كل واحد يجرب من بعد الحلقه ديت، يجرب افتح القران ولو صفحه واحده في اليوم. ربنا قال ما انزلنا عليك صفحه، كتير الصفحه، خد ايه كفايه في اليوم، وشوف ربنا وشوف حالك هيبقى ماشي ازاي، لان ربنا هو اللي بيدبر لنا امورنا، مش احنا اللي بندبر امورنا لنفسنا. باشمهندس احمد، والله انا عندي كلمه بسمعها كتير قوي من الناس، كل الناس بتقول لك ان الله غفور رحيم. يا اخي انت جاي تكرهنا في ديننا، انت خدت جزء من الايه، كمل الايه، ان الله غفور رحيم لمن تاب وامن وعمل عملا صالحا وقال انني من المسلمين. سيدنا ابراهيم هو اللي سمانا المسلمين من قبل. انت بقى عملت ده، انت وقفت عند ان الله غفور رحيم. طب انت ماشي تسرق، ماشي تزني، ماشي تقتل، ماشي تسمع، تعمل فواحش، ماشي تغضب ربنا بكل حاجه، تقول لنا الله غفور رحيم ازاي؟ انت لو رحت شغال في شغل والراجل اللي انت في الشغل فيه ما عملتش، ما اديتش الشغل حقه، هيديك اجرك؟ مش هيديك اجرك طبعا.
ما بالك بقى برب العزه انت بتعصيه وبعت لك اكلك وشربك ومدي لك نعم مدي لك صحه تعصاها بيه، وفي الاخر ما بتقولش تنزل في اخر الليل او تنزل في كل فرض تقول له استغفر الله العظيم واتوب اليه. استاذ محمد والله انا بنصح كل الناس يعني تلجأ الى شوف ربنا منهم فين ايه، لان ربنا اعدل الناس اعدل البشر وخاصة عباد المؤمنين المؤمنين وعدهم بالنصر في الدنيا وفي الآخرة. أنا رجل مؤمن عارف ما حدش هيقدر يظلمني، عارف ما حدش هيقدر ياخد حقي ولو خد حقي عنده، وعارف إن أنا مطمن ودخل الجنة. هما كانوا أصحابي كده متابعين كده لحد أقرب من سنين بسيطة، كانت البركة موجودة في حياتنا. كل حاجة عندك تليفون عندك تلفزيون عندك كل حاجة في بيتك، بتيجي تاكل لقمة مش حاسس بحاجة طعمها، نزعنا منك البركة خلاص فرصة. أنت فين من ربنا؟ أنت فين من ربنا؟ لا انا خايف لا دي يضرني. مين يضرك؟ ده بشر لا ينفذ الاراده الله عز وجل. ده انا مش عارف رئيس، ده انا مش عارف واحد في مصر، ده انا واحد مش عارف في دكتور مش عارف ايه، انا الدكتور ده هيعالجني. طب انت اسال الله عز وجل، اسال الله عز وجل يشفيني، واذا مرضت فهو يشفيني. قل ان نسك يوم حياه ومات الله يا رب العالمين، انا كل لله، اذا مرضت فهو يشفيني، اذا فهمني واسقيني، اذا مت فهو ايه يحييني. في جنة عرضها السماوات الأرض، رب النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عنه، في جميع الرسل جميع الكتب السماوية اللي أنزلت بتحرفت أو من غير حرفت، جميع الرسل كلها بالكتب السماوية والرسالات السماوية بما في سيدنا محمد بشروا بجنة عرضها السماوات والأرض، نعيم لا ينفس. أنت حياة، أنت بس في مرحلة من بداية حياتك، واحد هكمل بعدين واحد اثنين ثلاثة لسه أنت فيه من ربنا. طبعا الموضوع كبير ويحتاج حلقات عشان نتكلم فيه، بس ابدا بسيط بكتاب الله عز وجل، ابدا بسيط بكتاب الله عز وجل. والله 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 اقسمت على الله، والله لو صليت ركعتين لله عز وجل لا يتقبل منك الان وتتنازل عليك الملائكه في خراب. احنا قلنا في انا قلنا في المساجد قفلت، النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الارض لي مسجدا وطهورا، جعلت الارض لي مسجدا وطهورا، اي مكان صلي فيه لا احسن من مجمع نشتق الجمع مش هصلي. طب استاذ محمد ده طبعا شكرا جدا لحضرتك، انا بشكرك جدا واشكر حضرتك، شكرا لحضرتك الله يخليك. طبعا متشرفنا هنا ان شاء الله باذن الله يبقى في حلقات ثانيه ان شاء الله. باشمهندس نورتنا، معلش الفقره بقى كده. الحمد لله ان ربنا اراد ان احنا نقدر نتقابل ونقدر نوصل كلمتنا للناس كلها، عشان خاطر يمكن ربنا جعلنا سبب لحد يفكر انه يبدا يرجع لله ان شاء الله. في برضو ارقام تواصل موجوده على الشاشه ان شاء الله، وبرضو في صفحه الفيسبوك مجموعه النوبي. تمام كده. اي حد عنده استفسار، اي حد عنده سؤال، اي حد عنده مشكله، اي حد حابب يعرف اي حاجه، اي حد حابب يتابعنا مرحب بيه في اي وقت. اي حد هيجي يخش للجدال وللمناقشات احنا مش فاضيين له، احنا عايزين اكبر قدر يبدا يفوق يعرف ان الله موجود يتوب ويرجع له. جميع مشاكلك ان شاء الله، جميع مشاكلك حل، لان ربنا انزل قرانه لك وانزل كتاب فيه دستور 1 2 3 زي الكتالوج بتاع الغساله او الكتالوج بتاع الثلاجه او التلفزيون او اي حاجه. ان شاء الله بقى ده يبقى الحلقه الجايه ان شاء الله باذن الله. انهي بس بعد اذنك بحاجه صغيره كده، يعني كل الناس كده تفتكر كويس قوي ان الشيطان هو اللي بيغلب على الناس. طب ما الشيطان لما ربنا امر الملائكه يسجدوا لادم كان في شيطان يوسوس له ان هو ما يسجدش؟ دي النفس، فلازم كل واحد يراجع نفسه. ان شاء الله شكرا بشكر حضرتك، شكرا الله يخليك. فاصل ونرجع لحضرتك تاني ان شاء الله.